تبتلع صحاري شبوة كل يوم جزءاً من مشروع الميليشيا، خصوصاً في الجبهة الشرقية حيث المعارك مشتعلة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح، وهو ما يقلص من فرص الميليشيا التي قطعت مئات الكيلومترات في استمرارها على مواصلة السير فيما يشبه حقل ألغام في محافظة تخوض معارك منفصلة بلا غطاء جوي أو دعم من التحالف للخلاص من مشروع السيطرة وبسط نفوذ سلطة الأمر الواقع التي تحرص الميليشيا على نهجها. المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين خلفت قتلى وجرحى بالعشرات من عناصر الميليشيا وأيضا من رجال الجيش، وما تزال مستمرة حتى الساعة في مواقع العلم وعكدة والسليم التي انتزعها الجيش الوطني وحاولت الميليشيا استعادتها. مؤخرا فشلت محاولة التفاف الميليشيا حول جبل المناقيش التي حاولت مهاجمة الجيش الوطني منه خلال الساعات الماضية، فسقط قتيل وأحد عشر جريحا من الجيش الوطني وعدد غير محدود من عناصر الميليشيا.